إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا بل خلقهم لغاية، فأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليذكروهم بهذه الغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن تمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبهدي رسله عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم نجا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذا أحبتي في الله، إن النجاة في التمسك بكتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتأمل ما فيه من معاني ونتخلق بهذه الأخلاق التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أحبتي في الله، يقول الراوي وهو الراوي حنظلة الأسيدي، سيدنا حنظلة الأسيدي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو صحابي قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقف على ثغر من ثغور الدين، يعمل لنصرة هذا الدين، لم يكتفي بالصلاح فقط بل انتقل إلى مرحلة الإصلاح، وبالرغم من ذلك احتاج لما ورد في هذا الحديث. إذن هذه الوصية النبوية التي سوف تأتي لنا في هذا الحديث يحتاج إليها كل أحد مهما كان، شخص بيعمل في المزرعة، بيعمل في التجارة، بيعمل في موظف عامل، حتى يعمل لنصرة الدين، طالب علم، عالم، أيا كان، يحفظ القرآن، يحفظ القرآن، أيا كان هذا الإنسان يحتاج إلى هذه الوصية النبوية التي جاءت في هذا الحديث. سيدنا حنظلة وقف في منتصف الطريق يبكي. تخيل مشهد، انت ماشي في الشارع لقيت واحد تعرفه، شخص من كتاب الوحي، صحابي، واحد بيبكي في الشارع، وقف يبكي. فمر عليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه فوجد حنظلة يبكي. قال: ما لك يا حنظلة؟ المشكلة اللي عند سيدنا حنظلة جعلته يتوقف عن السير، مشكلة أهمته، شغلت باله، كانت هما على قلبه جعلته يتوقف عن السير في الحياة لينظر ما الحل، فظل يبكي في الشارع. أحيانا نسأل الله السلامة والعافية، قد تصيب الإنسان مصيبة تجعله لا يستطيع السير، يتوقف. هذا الرجل حنظلة شعر بمصيبة أصابته ولكنها في دينه، فظل يبكي في منتصف الطريق. مر عليه أبو بكر الصديق، قال، هذه من الأخوة أن تسأل عن أخي، قال: ما لك يا حنظلة؟ أنت متصور أما تشوف واحد تعرفه في الشارع بيعيط، إيه الأشياء التي تأتي في ذهنك؟ أنت متوقع مثلا لا قدر الله خسر المال في حالة وفاة، نتيجة الثانوية العامة طلعت زي ما طلعت، فهو في مشكلة معينة كل اللي هيدور في ذهنك في هذا الاتجاه. قال: ما لك يا حنظلة؟ فقال له حنظلة: نافق حنظلة. تخيل لو واحد لقيته زعلان مهموم قاعد في المسجد في جنب مش قادر يقوم، مالك يا عم، مفيش، زعلان ليه، في ايه اللي حصل؟
اصل انا شعرت ان انا منافق. تقول له ايه؟ يا عم خضتني، انا بحسب في حاجه مهمه، بحسب في حاجه حصلت، يعني ما تشغلش بالك. والموضوع سيدنا ابو بكر الصديق، ابي بكر الصديق رضي الله عنه، تعامل باهتمام مع هذه الشكوى. يعني الموضوع مش خاص بسيدنا حنظله، فواضح ان هذا الامر كان محط اهتمام ومحل اهتمام من الصحابه. فقال: وما ذاك؟ كانت كلمه عظيمه ان يشعر الانسان بالنفاق، كلمه عظيمه، هو من كتاب الوحي. قال: وما ذاك؟ ليه كده؟ قال حنظله: شوف، هو التقط مشكله عنده ويبحث لها عن حل. قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين، حتى إذا ذهبنا عافسنا الأزواج والضيعة والأولاد ونسينا كثيرا. يعني واحد محافظ على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وشغال في الدنيا في المباح ويكسب من عمل اليد، يقعد مع زوجته وأولاده، وكمان مشغول بعلاج الإيمان عنده، مشغول بقضية الإيمان، بقضية قلبه، في علاقة قلبه بالله، في تذكره للدار الآخرة، أمال اللي مشغول بالمعاصي؟ تخيل حياة إنسان يعمل للدين، كاتب للوحي، يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه تذكير بالدار الآخرة، يعمل يكسب من عمل اليد، وبالرغم من ذلك يفكر وينشغل بعلاقة قلبه. الإنسان لابد أن يبحث عن الارتقاء الإيماني. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. كان هذا هو حال الخليل إبراهيم عليه السلام، يبحث عن الارتقاء. يعني الإنسان يخرج من رمضان مش يقول كفاية كده، لا، يبحث عن الارتقاء. ماذا سأفعل في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ يبحث عن الارتقاء في الإيمان. إذا قطع شوطا في العبادات فليكمل المسير، فإذا فرغت فانصب، إذا انتهيت من عبادة فانصب في عبادة أخرى، لا تتوقف، لا تمر بمرحلة الفراغ. إياك أن تستقر كثيرا في مرحلة الفراغ، فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فقال الصديق رضي الله عنه لما سمع الشكوى، قال: إني لأجد ما تجد. أحيانا الإنسان لازم يعترف إن هو عنده مشكلة. أحيانا أنت ممكن تسمع مشكلة من واحد والمشكلة دي عندك، أنت ممكن تقول له: ما تشغلش بالك وحلها كذا وكذا وكذا. فاعترف الصديق وصدق، وهو الصديق قال: إني لأجد ما تجد. هذا ليس فيه إنقاص من قدرك. كان الصحابة في قمة الصدق في علاج مشاكلهم. يعني ممكن واحد يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا ليه بالزنا؟ واحد: إذا ليه إنه يختصر؟ واحد عايز إنه ينعزل عن الناس ويقعد جنب جدول ماء وينعزل عن الحياة. كان يروح واحد: أنا شايف إن أنا لن أتزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجهه، يقول: لا، ما تعملش كده، افعل كذا، لا تفعل كذا. لكن كان بيروح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم بقمة الصدق، لأنه بيواجه المشكلة اللي عنده بصدق، لأنه عايز يتخلص منها. في إنسان مريض، هل يعقل إن إنسان مريض يروح للطبيب والطبيب يسأله: عندك إيه؟ فالمريض يخبي على الطبيب عشان ما يعرفش عندي إيه؟ يعني لا يقوم بحكاية مشكلته بقمة الصدق. المريض يود الشفاء، كذلك الذي يجد في قلبه إشكال يبحث عن حل هذا الإشكال بصدق، يبحث في القرآن، يبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن حل هذه الإشكالية، يستشير أهل الفضل. فقال الصديق: إني لا أجد ما تجد. طيب وبعدين؟ أنا عندي مشكلة وأنت عندك نفس المشكلة، هنعمل إيه؟ قال: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل، أكيد الصديق ما كانش ماشي ما وروش حاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما في إحدى الصلوات يسأل: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ من تبع جنازة؟ أطعم مسكين؟ كل ده الصديق أنا، ما كانش بيضيع لحظة. فمعنى إن الصديق كان ماشي وقابل سيدنا حنظلة كان متجه لعمل، وسيدنا حنظلة توقف عن السير في الحياة. هما الاثنين توقفوا وانطلقوا مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أحيانا في المرض في حالة اسمها حالة طوارئ، مش كده، في مستشفيات الطوارئ، ولازم ينطلق الآن للطوارئ، حالة طارئة. في مرض مزمن عادي ممكن نحجز كشف كمان أسبوع أو أسبوعين وبعد كده نروح. في أمراض هي أصلا طبيعتها إن هي مزمنة، فالتعامل معاها بيكون على الإيه؟ على التراخي مش على الفور. الصديق تعامل مع المشكلة دي
ان لازم العلاج الان، قال انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحرقه التي وجدها حنظله في قلبه كان لابد من استغلالها. حين انت بتمر بمرحله عصره في القلب، تشعر بالتقصير، تشعر بالفقر تجاه الايمان، انت حاسس بفقر روحي، لابد ان تستغل هذه اللحظات ان تنطلق. طلع من رمضان مثلا بشحنه ايمانيه، لابد ان تستغل هذه الشحنه، ان تقوم بحفظ كتاب الله، ان تتعلم، ان تفعل اي شيء، تنفق على اسره فقيره، اي عمل، لكن لا تجعل هذه الشحنه الايمانيه يتم تفريغها مع الوقت. الانسان مع الوقت بينسى. فقال انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلقوا للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل حنظله وبيبكي. يبقى اذا الموضوع كان شاغل سيدنا حنظله بالفعل، انه يتوقف وانه يبكي ويقول له انطلق بنا. ما قالوش لا لا خلاص انا هبقى اتصرف المشكله، راح معاه للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل بنفس الحاله. النبي صلى الله عليه وسلم راه قال ما لك يا حنظله؟ هو فعلا كان مشغول بجد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن اناس ارادوا ان ينصروا هذا الدين لكن ليس معهم قدره ولا طاقه، تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. يعني واحد عايز يجاهد، عايز ينصر الدين، وراح يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم اي مساعده عشان ينصر هذا الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش مال في غزوه تبوك، قلت له لا اجد ما احملكم عليه. يعني هو خلاص خد الثواب، ما على المحسنين من سبيل، هو صادق واراد ان ينصر الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا اجد ما احملكم عليه، خلاص. لا، تولوا واعينهم مش بتدمع، تفيض فيضان، تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما ينفقون. هذا هو الانسان الصادق الذي يتمنى ان يفعل اي شيء لنصره هذا الدين، ان يصاب عنده حرقه في قلبه ان يجد احوال المسلمين هكذا في العالم الاسلامي، ويتمنى ان يفعل اي شيء حتى ولو ان يميط الاذى من طريق المسلمين، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل بيجد الاذى في طريق المسلمين فيرفع الاذى فيقول لا تصيب احدا من المسلمين. هو بيفكر في المسلمين، يشيل الاذى من الطريق لئلا يصيب احد من المسلمين، هو مشغول باخوانه المسلمين. فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا حنظله ما لك يا حنظله؟ قال نافق حنظله. قال وما ذاك؟ قال نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنه والنار فكأن رائعين، فاذا عفسنا ذهبنا الى بيوتنا، عفسنا الازواج والضيعه والاولاد ونسينا كثيرا. هنا اشتكى شكوى للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي اجابه فيها حل لاكبر مشكله بتواجه الانسان. الانسان يحتاج ان يعمل في الدنيا، يحتاج ان يكسب من عمل يده، يحتاج ان يجتهد في دنياه حتى يصل الى الرزق الحلال. طيب احيانا ممكن واحد يقول لك بس انا مش لاقي وقت للدين، مش لاقي، يعني لا اجد وقت. وطول الفتره من غير ما الانسان يسمع عن الدار الاخره تجعل القلب يقسوت، يصبح القلب قاسي، يصبح القلب قاسيا طول البعد عن حضور مجالس العلم، حضور مجالس الوعظ، الاتيان بصحبه صالحه، بيجعل القلب يصبح قاسيا. فتخيل هذا الصحابي الجليل اللي من كتاب وحي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى هذه الشكوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الوصيه النبويه، حل لنا مشكلتنا، سؤال كتير، اعمل ايه؟ ازاي اجمع بين الدين والدنيا؟ هو انا يا اما اكون في الدين فقط وماليش اي علاقه بالدنيا، او ان انا اكون في الدنيا فقط وماليش اي علاقه بالدنيا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حط المعادله اللي احنا محتاجينها كلنا عشان نعيش في هذه الحياه، والانسان يوازن بين الغذاء للبدن وغذاء الروح. الانسان عنده بدن، هذا البدن يحتاج الى غذاء، طعام ياتي من الارض، هذا البدن المخلوق من الارض من الطين يحتاج الى غذاء ايضا من الطين، يحتاج ان ياكل الطعام الذي خرج من الطين، يحتاج ان ينام على هذا الطين، ده غذاء البدن، وايضا يحتاج الى غذاء للروح، هذه الروح التي نفخ من روح الله سبحانه وتعالى تحتاج ايضا الى غذاء من عند الله سبحانه وتعالى، فغذاء هذه الروح هو كلام الله سبحانه وتعالى. فازاي اوازن؟ فقال يا حنظله لو انكم تدومون
على الحال التي تكونون فيها عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. يعني أشبه بالمستحيل إنك تفضل في نفس الحالة الإيمانية اللي بتكون فيها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، الاستمرار الدائم الذي لا ينقص أبدا. ودي واقعية في الحياة، الإنسان يكون عنده واقعية عشان ما يكونش عنده تصور مثالي عن الدين فيصل إما إلى الإحباط واليأس أو نترك الطريق. لك لا، أنا مش عارف أجمع أو مش عارف أوازن بين الدين والدنيا. فقال له يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي لصفحتكم الملائكة. تكون ملك من الملائكة، لكن طبيعة البشر بيعتريه النسيان. طبيعة البشر بيعتريه النسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. لكن لابد، بما أن الإنسان ينسى كثيرا، لابد أن يتذكر كثيرا. في أخلاق في الإنسان فطر عليها وخلق بها، لابد أن ينازعها. خلق الإنسان من عجب، إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان ربه لكنود. هذه المواصفات المتأصلة في الإنسان لابد أن ينازعها، يكون في منازعة لهذه الأهواء والشهوات. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، النفس تريد أشياء ويقول لها لا، لابد أن ينازع الهوى، ينازع الشهوات. فقال يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي لصفحتكم ملائكة في الطرقات. ولكن طب أعمل إيه؟ أنا مش عارف أداوم على الحال، طبيعة حياتي وظروف شغلي مستحيل أقعد في المسجد 24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا استطاع ذلك قليلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الأغلب عموم البشرية لن يستطيعوا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم حل يناسب الجميع. ايه هو يا رسول الله؟ ولكن صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال ولكن ساعة وساعة. هذه الكلمة التي ظلمت كثيرا باستعمالنا الخاطئ لها. يعني ممكن واحد بيعمل معصية تقول له ليه؟ يقول لك ساعة وساعة. ما انا اصلا تسأل واحد مثلا بيعمل معصية تقول له انت بتعمل معصية ليه؟ يقول لك اصلا صمت رمضان. ايوه انا مش فاهم ايه العلاقة. أو مثلا قاعد يعني معصية لك أصلا خلاص الحمد لله صليت تراويح. أيوة مش فاهم، يعني فين اللي يعني هو اللي بيصلي تراويح لازم يعمل معصية؟ ده الطاعة المفروض بتجيب طاعة. لك لا، ما هو ساعة وساعة. عشان نفهم يعني إيه يعني إيه ساعة وساعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقصد بكلمة ساعة وساعة؟ إحنا عشان نفهم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين نقرا السؤال تاني، زي ما بيقولوا للطلبة أنت عشان تجاوب كويس اقرا السؤال كويس. هو النبي صلى الله عليه وسلم فجأة بدون أي مقدمات طلع على المنبر وقال ساعة وساعة، ولا هذه كانت إجابة لاستفسار سيدنا حنظلة؟ هو بيجيب على حنظلة رضي الله عنه. يعني مش فجأة النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وقال أيها الناس ساعة وساعة. فكان ممكن ناس مش فاهمة ساعة إيه، يعني ما هي الساعة الأولى وما هي الساعة الثانية. يعني لو أنا مطلوب مني أنظم وقتي حتى أنجو في هذه الدنيا، حتى لا أهلك، حتى لا يقسو قلبي، أنا مطلوب مني ساعة وساعة. طب ايه هي الساعه الاولى وايه هي الساعه الثانيه؟ ايه المطلوب مني انظم وقتي في حياتي؟ هنا اجابه سؤال. سيدنا حنظله بيقول له انا عندي ساعه في حياتي ياتي فيها حنظله الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع الى الوعظ، لكن يصل الى مرحله من الوعظ ويصل الى مرحله من الايمان لدرجه انه كانه يرى الجنه والنار راي العين. بيصل الى مرحله من الايمان انه بيصل الى حاله من معايشه احوال الدار الاخره. دي الساعه الاولى. اما الساعه الثانيه يمارس فيها الحياه المباح، يشتغل زي ما هو عايز طالما في المباح، يقعد مع زوجته مع اولاده، يخرج. دي الساعه الثانيه. حينما تغيب الساعه الاولى يفقد الانسان نواياه في الساعه الثانيه وينتقل من المباح الى المكروه الى الحرام. اذن اللي هيضبط الحياه، اللي هيضبط الساعة الثانية، اللي هيضبط ساعة العمل والزوجة والأولاد والمباح، اللي هيضبط هذه الساعة هي الساعة الأولى، ساعة الدار الآخرة، ساعة اللي ممكن نسميها تحديد الوجهة، تحديد الوجهة وتوضيح الرؤية وتصحيح المسار. لك بتيجي تتذكر لماذا خلقنا، لماذا أتينا إلى هنا،
لماذا رزقني الله بالمال؟ لماذا أعطاني الله الصحة؟ ما الذي سيحدث بعد الموت؟ ما الذي يحدث في القبر؟ ماذا سيسألني الله عز وجل؟ ماذا سأسأل في القبر؟ هذه التساؤلات تحتاج أن تتذكرها، أن تأتي هذه الساعة في المسجد لتتذكر الغاية من وجودك هنا، أن الكون لم يخلق عبثا، وأن هذا الدق، هذه الدقة والإتقان والإحكام الذي في جسمك وفي الكون لم يأتي عبثا، بل لغاية عظيمة لأجلها قامت السماوات والأرض بقدرته سبحانه وتعالى. هذه الساعة تضبط حياة الإنسان، تضبط قلب الإنسان، عقل الإنسان، وجهة الإنسان، فيأتي يتذكر. إذا ده المال ده في شبهة حرام، أنا محتاج، ده أنا واخد ظالم أهلي في الميراث، ده أنا عامل كذا، فيأتي يسمع عن الجنة والنار ليعلم حقارة الدنيا، ليعلم المصير، ليعلم المستقبل الأخروي، ليسمع عن تفاصيل الدار الآخرة. من أهم الفوارق بيننا وبين الصحابة أنهم كانوا يعيشون تفاصيل الآخرة، هم عايشين مع الآخرة بالتفصيل. واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام في الجنة، واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس في الجنة، واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية وجه الله في الجنة، واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هتكون فين يوم القيامة، واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الميزان، عن الصراط. كانوا بيعايشوا التفاصيل، وكانوا عايشين الدنيا في المجمل، يعني اتجوز وخلف بالمجمل. احنا لا، عايشين تفاصيل التفاصيل 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 الدنيوية. يعني ممكن واحد في البيت يكون مغموم طول اليوم عشان مثلا الكبس النور مثلا، مشكلة في مش عارف ايه، في كذا حاجة، تفاصيل، عايش التفاصيل مغموم. وممكن صلاة الفجر، صلاة الفجر بقاله شهر ما بيصليش الفجر، عادي مش مغموم. صلاة الفجر العلامة الفارقة بين المؤمن والمنافق، صلاة الفجر اللي تجعل الإنسان في ذمة الله، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. صلاة الفجر اللي السنة بتاعتها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هو مش مشغول، ليست من الأهمية بمكان الإنسان ينشغل ويرتب ويرتب أوراقه، هنام إمتى ومش هينفع، لا أنا هنزل أنام في المسجد، أمر يستحق الاهتمام، مش مشغول بالقضية. فبيجي المجالس دي، مجالس الوعظ الذي يرى فيها الجنة والنار للعين، ليفيق، لينزع الغطاء اللي على العين، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ولما العين تتغطى وكانوا لا يستطيعون سمعا. زي ده في آخر سورة الكهف، لذلك ربنا قال في أول سورة الكهف اللي بتنجي الإنسان من الفتن، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، اللي انت بتشوفه قدامك ده، اللي عينك بتشوفه ده فتنة، زينة لها، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. طيب أعمل إيه حتى لا أفتن أن ترى هذه الزينة على حقيقتها؟ وما هي حقيقتها؟ وما هي حقيقتها؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هي دي حقيقتها، إن هي صعيدا جرزا، هو ده المآل الحقيقي لهذه الدنيا، أنها زهرة تذبل وتفنى ولا يبقى إلا الباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة اللي بتبقى. إذن آتي إلى المسجد، آتي إلى المجلس، لازم ساعة في يومك، ساعة في الأسبوع. أنا ظروف شغلي ما تسمحش إن أنا كل يوم أحضر المسجد أو أجي درس، خلاص في الأسبوع أقل شيء. سيدنا حنظلة من كتاب الوحي ومن الصحابة، وبيلقى الصحابة، بيقابل أبو بكر الصديق كده في الشارع وكان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج إلى هذا المجلس. طب احنا محتاجين ايه؟ واحنا قلوبنا ماذا تحتاج؟ الضغوطات اللي في الدنيا كتير تضغط على الانسان، بينسى، يحتاج الى ان يعود الى هذا المسجد الذي يذكره بالغاية، بالحقائق المنسية في العالم، يسير في جنازة ليتذكر، يحضر غسل ليتذكر، يذهب الى المقابر، الا فزوروها فانها تذكر الاخرة. انت بتنسى، زحمة الحياة بينسى، إنه لم يأتي هنا عبثا، لم يخلق سدى، بل لغاية عظيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب يبلى. الإيمان، أنت حصلت الإيمان في رمضان، صليت التراويح ليلة 27، رفعت إيدك وقعدت تبكي: يا رب نعاهدك، يا رب نجأر إليك، نتوب من الذنوب. حسيت بجرعة إيمانية عالية في رمضان. هذا الإيمان يحتاج أن تحافظ عليه. إن الإيمان يبلى، بيدوب، يتقطع، يخلق كما يخلق الثوب. شوف لما تفضل لابس ثوب، نفس الثوب، فترة طويلة تلاقي لونه يتغير ويبهت ويتقطع. هذا ما يحدث في الإيمان حينما يظل الإنسان فترة طويلة لا يجدد هذا الإيمان. يعني الثوب ده لو لا يجدد يبلى، يتقطع، يتسخ. كذلك الإيمان لابد أن يجدد. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. يعني كان عندهم كتاب، طب إيه اللي حصل؟ طال عليهم الأمد. أول حاجة قعد فترة طويلة ما يسمعش الكتاب، ما يسمعش الوعظ، ابتعد عن مجالس الوعظ، عن مجالس التذكير. طال عليهم الأمد، ده رقم واحد. تلقائيا، ده تلقائيا، فقست قلوبهم. القلب بيقسو، ده تلقائي. مجرد ابتعادك لفترة طويلة عن سماع الوعظ، عن سماع الوحي، تلقائيا، يعني ده مش محتاج مجهود ولا قرار، تلقائيا القلب يصبح قاسيا. طب وبعد ما القلب يصبح قاسي، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقع الإنسان في المعاصي لهذا الباب. يبقى هي دركات. لما الإنسان بيترك نفسه يسقط في الدركات تلقائيا. فقد خاب من دساها. الدس التغطية، مجرد أنك تغطي على النفس الإنسان يسقط. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طب أعمل إيه؟ قد أفلح من زكاها. محتاج ترتقي بالنفس. طب لو يعني لو أنا لم أرتقي بالنفس إيه اللي هيحصل؟ مجرد أن تترك نفسك تغطيها بس كده، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. لا هو أطعم نفسه الإيمان ولا ساب نفسه يسمع وعظ أصلا، غطى نفسه خاض. يعني مجرد عدم المجيء إلى بيئات الإيمان والتذكر بيجعل الإنسان يبتعد كثيرا، ثم يقسو القلب، ثم يقع في المعصية. ده تلقائية. الإنسان بينسى، يحتاج أن يتذكر حتى لا يسقط في وحي المعصية. يعني الحل تصرف ازاي؟ انا عايز حل عملي اطلع بيه من الخطبه، كيف احافظ على ديني دون ان اضر بدنياي؟ الشبهه المشهوره: الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. الشبهه المشهوره: اصل انتوا هتقول لنا سيبوا الدنيا، تقول لنا تعالوا اقعدوا في المسجد 24 ساعه. لا، عايزك تتذكر الدار الاخره، بس تكون الساعه ساعه بجد، ساعه ايمانيه حقيقيه. مش تيجي تحضر مثلا مجلس وقاعد ونايم ومش مركز، لا، او شغلت درس تسمعه في العربيه وانت طول الطريق قاعد مشغول بده وده وما سمعتش حاجه، تقول انا خلصت الساعه الايمانيه بتاعتي. لا، ساعه ايمانيه بيقولها، بيوصفها سيدنا حنظله: راي العين نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنه والنار فكأن راي عين. حينما تغيب الساعه الاولى بتفسد تلقائيا الساعة الثانية، تفسد النوايا، وينتقل الإنسان التوسع في المباحات ثم المكروه ثم الحرام حينما تغيب الساعة الأولى. يبقى أنا دوري في الحياة الآن أن أحافظ على الساعة الأولى. أبحث، لابد أن تبحث عنها. أنا دوري أن أنا أبحث عنها، لابد أن أبحث. أين أجد قلبي؟ طب أدور على النت، طب أنزل دروس على معايا على الموبايل بحيث وأنا ماشي أسمع. طب فين المساجد اللي بتدي دروس؟ طب فين الدروس؟ فين الصحبة الصالحة؟ لابد أن كما أنك رحت دورت على شغل واشتغلت وتعبت، أنت لازم تتعب زي ما بتتعب في الدنيا تتعب. وإلا الإنسان والعياذ بالله يطول عليه الأمد ثم يقسو القلب ثم يقع في الفسق والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم ينجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ علينا إيماننا، اللهم احفظ علينا إيماننا،
اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم أحينا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام، وابعثنا على الإسلام، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.